السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة اقول لكم سبب انهيار الفنانة كندا علوش يا جماعة في مهرجان القاهرة السينمائي. انهارت من العياط وسابت المهرجان بسبب ايه؟ واقول لكم كمان موضوع تصدر الترند، موضوع حمل أصالة نصري، واقول لكم كمان تصريحات لبلبة اللي بسببها دخلت ترند. هقول لكم كل ده في الحلقة النهاردة. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة، واللي بيحبني او بيحترمني او بيقدرني يدوس على ميزة شكرا. بصوا يا جماعة، هبتدي معاكم بموضوع كندا علوش الفنانة الكبيرة اللي انا بحبها المحترمة، اللي لو قعدت قلت من هنا لبكرة انا بموت في كندا علوش. بصوا يا جماعة، ايه سبب انهيارها وبكائها في مهرجان القاهرة السينمائي؟ كلكم عارفين ان مهرجان القاهرة السينمائي اليومين دول شغال، واول يوم كان يوم الحد اللي فات، وانتوا عارفين ايه اللي بيحصل في المهرجانات، ان الممثلين بيروحوا بفساتين ويتصوروا، وتحس كده ان انت واقف في عرض ازياء، كل واحدة طالعة تعرض نفسها وبيتسابقوا مين اللي تقلع اكتر. زي ما قلتلكم مش موضوعنا، موضوعنا النهارده موضوع انهيار كندا علوش ومشيت وسابت المهرجان. طب ايه السبب؟ السبب يا جماعه التنمر. هقول لكم الاول شويه تفاصيل واقول لكم الموضوع. الفنانه كندا علوش ممثله سوريه اسمها كندا مازن علوش، من مواليد 27 مارس 1982، عندها 40 سنه. كانت متجوزة قبل كده مرة، وبعد كده اتجوزت عمرو يوسف، خلفت منه بنت واحدة اسمها حياة عمرو يوسف. بصوا يا جماعة، راحت زي اي ممثل او اي فنان حضرت مهرجان القاهرة السينمائي، قعدت شوية اتصورت كام صورة، بس هي كانت ايه، تخينة شوية او جسمها مليان شوية. اتفاجئت من التنمر اللي حاصل عليها، انت تخنتي كده ليه؟ انت شكلك بقى بشع، انت بقيتي ايه ده؟ ما ينفعش تخرجي من البيت اصلا بسبب تخنك ده. بصوا يا جماعه، تنمر لو قلت لكم من هنا لبكره مش هوفي. طبعا دي فنانه انيقه، انا بشوفها كده في لبسها انيقه ومحترمه وشيك، وزي ما بيقولوا كده وقوره. مش عاجبهم بقى لبسها المحترم المقفل اللي كل حته من جسمها مش باينه، راحوا مسكوا في ايه، اصل انت تخنتي، اصل انت بقيتي بشعه، اصل انت جسمك زاد قوي. طبعا ما تحملتش الكلام وما تحملتش التنمر اللي حصل عليها، انهارت من البكاء وروحت بيتها. ده غير لما روحت كمان بعد ما نزلت الصور بتاعتها، التعليقات السلبية بسبب جسمها وزيادة وزنها كتير قوي، خلتها مسحت الصور بتاعتها. ليه يا جماعة؟ بجد ممكن الناس تتنمر على شخص والله العظيم يعمل حاجة في نفسه. التنمر وحش يا جماعة، التنمر وحش، دي خلقة ربنا، دي خلقة رفعت، دي خلقة ربنا. ليه التنمر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مستنيه لك في تقطع الفيديو ده. كمان موضوع حمل أصالة نصري، الدنيا مقلوبة من امبارح على أصالة نصري المغنية، وتصدرت الترند بسبب حملها. طب ليه؟ ما كل ست بتحمل، اي ست ممكن تحمل، اي ست في اي وقت ممكن تحمل، بس مش في 53 سنة. لما الست تكون عندها 53 سنة بتبقى صعبة شوية، وده اللي خلى الناس داخلة تتكلم عليها وتكتب لها تعليقات سلبية فظيعة. بصوا يا جماعة، اقول لكم شوية تفاصيل عن الفنانة أصالة نصر. أصالة نصر مغنية سورية من دمشق حلب، من مواليد 15 مايو 1969، عندها 53 سنة. كانت متجوزة من طارق العريان وأيمن الذهبي، وآخر واحد اللي هي حملت منه ده اسمه فائق حسن، شاعر عراقي، مخلفة شام الذهبي، آدم، خالد، علي، دول أولادها. عندها طبعا بنت متجوزة اسمها شام الذهبي، وعلى وش ولادها. حملت وهي عندها 52 سنة. المتابعين بقى داخلين
انتي ازاي تحملي وانت عندك 53 سنة؟ انتي ازاي تعملي كده؟ انتي ازاي وازاي يا جماعة؟ هي دي حاجة بإيد الواحدة، الواحدة لما بتحمل يبقى بإيدك برضو، ده اسمه تنمر، ان انت بتتنمر على شخص. عرفوا ان هي حامل بسبب ان هي بتظهر بلبس واسع أوي في الحفلات بتاعتها، وما بتقدرش تقف كتير في اي حفلة، لازم يجيبوا لها كرسي تقعد عليه. وطلعت صرحت ان هي حامل من الشاعر العراقي اللي هو اخر زوج ليها اللي اسمه فائق حسن. هو الحمل هب؟ طالما متجوزة هو حب؟ انا شايفة ان مفيش اي حاجة عيب، وشايفة ان الناس اللي بتخش تعلق تعليقات زي دي ناس مريضة. مستنية رأيكم في تعليقات الفيديو ده. كمان اقول لكم بقى الموضوع اللي قلب الدنيا من امبارح للنهاردة، تصريحات الفنانة لبلبة. لبلبة كانت في لقاء في مهرجان القاهرة السينمائي، طبعا كله عشان الترند، قبل ما ابتدي الكلام كله عشان الترند. بصوا، طلعت وصرحت كام تصريح كده خلت الناس تقول ايه ده او اتخضوا. لما المذيعة سألتها وقالت لها ليه كنت بتعملي مشاهد خارجة ومشاهد جريئة او محرجة مع عادل امام، يعني كل مشاهدك الجريئة او المحرجة كانت مع عادل امام. قالت لهم اصلا انا كنت بعتبر عادل امام ده زي جوزي. المذيعة قالت لها هو كان جوزك؟ قالت لها لا. قالت لها انا مش فاهمة يعني ايه زي جوزك. قالت لها كنت بعتبره زي جوزي، فعشان كده كنت بخليه يبوسني ويحضني وكنا بنعمل مشاهد جريئة. صدمة، ايه كنت بتعتبري زي جوزي؟ انا اسمع كنت بعتبره زي اخويا، انا اسمع كنت بعتبره زي ابويا، لكن بعتبره زي جوزي دي جديدة لك. فسألتها تاني وقعدت تقول لها البوس والاحضان والكلام ده كله ليه كنت بتعملي، وليه كنت بتعملي الحاجات دي بكثرة؟ راحت قالت لها البوس والاحضان ده في الافلام في سياق العمل الدرامي. يعني ايه؟ هو لازما عشان تعملي اي عمل تتبسي وتتحضني؟ طب ما عبلة كامل ما بتتبسش وتتحضن، في ممثلين كتير قوي ما بيتبسوش ويتحضنوا، يعني مش موجود في سياق العمل الدرامي اهو، ولا هو عندك انت بس؟ كمان قالت لها ان ماما زعلت مني عشان كنت بعمل ادوار جريئه، وقالت لي انا مش راضيه عنك ليوم الدين. طب كنت بتعملي ليه الادوار دي؟ حبا في الادوار دي، ولا كل واحده مش يعني الاضواء مش عليها او محدش بيتكلم عليها او زي ما بيقولوا كده راحت عليها، تطلع عشان تخش ترند تطلع تقول لك كام تصريح؟ انت بتروجي لايه؟ انت بتوجهي الكلام ده لمين؟ بتوجهي الكلام ده لمين؟ للشباب؟ ان ده عادي يتعمل وان ده طبيعي، وان لما بس واتحلم من اي واحد اقول انا معتبراه زي جوزي؟ لا تعليق. انا مستنيه رايكم انتوا بقى يا جماعه في التعليقات على الكلام اللي الست لبلبه طلعت قالته. مستنيه رايكم في تحت الفيديو ده، يا رب الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه.